والله متشرفة معكم، شكرا على الاستضافة. يعني دي تاني لي زيارتي لمصر. العام الماضي جئت مع بنتي هي الملكة السابقة، والآن أبيت أن أجي مع ملكتنا الجديدة إن شاء الله، وأتمنى الفوز كل البنات. يعني أنا حصل الشرف لقيتهم، يعني كل واحدة عندها شيء يميزها عن الأخرى، إن شاء الله تكون النجاح للجميع إن شاء الله. يعني أنا على حسب الدراسات اللي قمتهم، أنا فاشن ديزاينر، إذا كل بنت عندها كما إحنا نقوله المورفولوجي تاعها، كل واحدة لبسها على حسب وش يليق بها، الطويلة القصيرة الرفيعة. يعني هي الألوان اللي ملت فيها هي الألوان اللي راهي طندونس كما هي تاع الصيف، الألوان الفاتحة، الفوشيا، الأزرق. واعتمدت يعني أصلا على كل بنت ترتدي الزي التقليدي بتاعتها.